من السعر المطلوبة أيضا في هذا في العيد عادة هو صلة الرحم، وصلة الرحم كما هو معلوم هي واجبة في العيد وفي غير العيد. وصلة الرحم منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة ومندوب. صلة الرحم الواجبة هي المتعلقة بمحارمك، يعني أبيك وأمك وأخيك وأختك وعمتك وعمتك وخالك وخالتك، يعني المحارم، هؤلاء صلتهم واجبة. والصلة قد تكون أحيانا بالزيارات والتواصل بأن تذهب ويأتون إليك، وقد تكون أيضا إذا كان يؤدي الغرض بالاتصال بالوسائل الاتصال المختلفة إذا كان المكان بعيد أو كان يعني يرضي الرحم التي تريد أن تصلها أن تسأل عنه من حين لآخر وتتفقده وتظهر له المودة وتعرض له ما تقدر عليه من تقديم ما يعينه وما يصلح أمره، بحيث لا يكون بينكما مشاحنة ولا كراهية ولا تلوم. فإذا كان هذا موجود في النفوس وفي القلوب هذا يكون يعد نوع من وعي الصلة، لأن الصلة ليس هي فقط أن تجلس إليه وهذا نوع من وعي الصلة، لكن أيضا أن تعينه وأن تسأل عنه وأن تقضي حوائجه وأن تمشي في أموره وأن تساعده بكل ما تقدر أو تسأل عليه وتعلم أنه يكتفي منك بهذا السؤال، فهذه كلها تعد صلة. لكن إذا كان يعني هناك قطيعة ولا كراهية ولا شحناء ولا حتى ولو كان يذهب إليهم ويجلس معهم، ولكن هو القلوب متنافرة وليس هناك صفاء ولا هناك مودة وهناك كراهية في القلوب وحزازات وأحقاد، وإلا هناك حقوق معلقة بينهما يسكتون عنها، يتوادون هكذا في الظاهر ويتجالسون، وكثير من الناس تجد يعني هو يذهب إلى والديه أو إلى أمه أو كذا، ولكن بينه وبينهم يعني عداوات لأن زوجته تؤذيهم وما يجدون حلا، هي مشكلة هكذا قائمة وتبقى معلقة، ومجرد يتغلبون عليها بالأشياء الظاهرية والضحك في الوجوه والقلوب يعني متنافرة وليس متحابة، وليس هناك بذل ولا نصيحة ولا يعني إنسان يعمل لصالح الآخر، هذه قطيعة، هذه لا تسمى. حتى لو كانت الزيارات موجودة فهذه قطيعة وإثم. وقطيعة الرحم عقابها شديد، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري لا يدخل الجنة قاطع رحم. فمواصلة الرحم هي بصفاء القلوب وبالمودة وبالتحاب وبقضاء الحوائج وبالنصح وبالإخلاص وبالصدق، ليس هي بالأشياء هكذا الظاهرة وإلا النفاق ولا المداهنة ولا كذا، هذه لا تسمى صلة رحم. فالصلة لما إنسان يصل أن يحرص على صلة رحم حقيقية، إذا أنت تعلم أنه يعني رحمك يكره منك هذا الخلق وأنك تؤذيه به وأنه لا يحبه، فهو قد يكون حريص عليك يعني ويجاملك ولا يريد أن يضيع عليك العداوة، وهذه فضيلة تعد بالنسبة إليه، والله عز وجل يرفع بها شأنه لأنه حريص عليك، حريص على دينك، على ألا يعني يدخلك في العقوق. لكن إذا علمت منه أن هذا أنه يكره منك هذا الخلق، فينبغي أن تتخلص منه وتتركه وتكون معه على مودة ما دام هذا في طاعة الله وما دام هذا في الأمور المباحة والمشروعة. فهذا لابد من الإنسان يحرص عليه. هذه الصلة الواجبة، وهناك صلة السنة ومندوبة، صلة رحم هي بين القرابات الآخرون، يعني بين القرابات الآخرين اللي هم ليسوا محارم، أبناء العمومة وأبناء الخؤولة والقرابات يعني بصفة عامة، هذه مواصلتهم سنة وليست هي فريضة واجبة. لكن المواصلة هي بهذا المعنى الذي ذكرناه، مواصلة بعدم بالتخلص من الشحناء والكراهيات، والذي يزيل الشحناء والكراهيات هو الحقوق. هذه نصيحة لابد الإنسان يحرص عليها. إذا أردت أن تكون بينك وبين الناس مودة سواء كان رحم أو غير رحم، أن تحرص على أداء الحقوق، لا تغمص أحدا حقه، لا تتحايل على الناس، لا تأكل حقوقهم. عندما تصفى الحسابات تصفى القلوب، ولكن الناس العامة يقول الحساب يطول العشرة، هذا معناها لما تحاسب وتعطي كل حد حقه وتكون عندك شفافية وعندك وضوح ولا تعمل شيء هكذا من الداخل ومن التخميط والخناس والوسواس، القلوب تصفى 100%. فعلى الناس إذا أرادوا صفاء القلوب أن يخلصوا أنفسهم في الحقوق المالية، وخصوصا فيما يتعلق بالميراث وبالشركات وبالتجارات،
والإنسان لا ينبغي أن يخسر، لا يجوز أن يخسر والديه أو إخوته أو عمومته، أن يخسرهم من أجل عرض من الدنيا، لا يجوز، لا يمكن. مهما كان المال لا يمكن يعوض لك أخاك، لا يمكن. فأنت أحرص على قريبك وأحرص على رحمك، فالمال هذا اللي أتاك الله به عز وجل وأذهبه عنك هو القادر على أن يعطيك أضعاف أضعافه، وإذا تركته من أجل الله فالرزق عنده وهو كريم، ولا يمكن أن يخذلك لأنك تركت شيء من أجله. حتى العبد، حتى الإنسان الضعيف اللي هو ما عندهش قدرة ولا يملك شيء، إذا عملت له معروف وعملت شيء من أجله فإنه سيبذل جهده في أن يعوضك ويحسن إليك. فما بالك بأكرم الأكرمين، بما بالك من عنده رزق، رزق كله عند الله عز وجل. وما وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما في أحد راه يمسك عليك الرزق ولا يعطيك، هو كله عند الله عز وجل، وما ينزله إلا بقدر، وإذا أراد فإنه يغنيك ويعطيك. فلا تخسر رحمك وأهلك وقرابتك من أجل الخلاف ولأجل شحنة على أموال وكذا هذا القبيل. فهذا فيما يتعلق بصلة الرحم، وينبغي أن يحرص على الإنسان في هذه المناسبات في العيد.